أهلا بكم في أبواب، ولنا اليوم وقفة خاصة مع المسرح وشؤونه في بغداد والمحافظات الأخرى، كونوا معنا. هو فنان مسرحي اختار لنفسه طريقا خاصا حتى صار أحد علامات المسرح الراهن. إنه فلاح إبراهيم الذي بدأ مشواره منذ الثمانينيات وقدم خلال أكثر من ثلاثة عقود عشرات الأعمال مع مختلف المخرجين. فلاح إبراهيم الآن يدير المسارح في دائرة السينما والمسرح. أستاذ فلاح إبراهيم، أهلا وسهلا بك ضيف أبواب لهذه الحلقة، مدير المسارح في دائرة السينما والمسرح. خلينا بالبداية نتعرف على مهامك الجديدة وكم سحبت من فلاح إبراهيم الممثل والمخرج. والله بالحقيقة يعني طبعا أولا أشكركم على هذا اللقاء، وثاني شيء أكيد الإدارة تأخذ من يعني من جهد الفنان ومن جرفه، واعتقد الاداره هم يعني هم تحتاج فن، لان يعني حسب الظروف اللي نعيشها ما عادت يعني واحد يدير مؤسسه مثل مديريه المسارح او دائره السينما والمسرح اللي معايا زملائي اللي فنان القدير اقبال نعيم والفنان فارس طعمه، يعني اكو صعوبه نواجهها في يعني احنا شغلنا سينما ومسرح، لكن ظروف يعني ظروف البلد بصفه عامه والظروف الماديه اللي تعيشها الدائره يعني جعلت يعني مهمتنا صعبه جدا. ابرز المشاكل اللي يعني اللي هي اكيد الماديه، يعني شلون يعني تتجاوزوها، شلون تقدمون اعمال، كيف يكون التمويل، شلون يعني تديرون هاي العمليه؟ والله احنا لحد واحد كان عندنا يعني عندنا يسموه راجع من الراتب، عندنا يعني بعد واحد الماليه نهتنا نهائيا، يعني حتى الراجع من الراتب بعد ما مسموح لنا نتعامل به، بل يعني انضافت علينا اعباء اخرى، يعني نسدد مبالغ احنا ما مسؤولين عنها كاداره. لكن انا يعني اشكر زملائي بالذات اللي بقسم المسارح تحملوا، بالذات في هذا العمل اللي نعرضه حاليا ولد النائب، تحملوا انه يجون وعلى حسابهم ويتمرنون، وبعد ما نعرض عرض لمده شهر يلا يبدي يتحقق لهم موارد ماليه، واعتبرها بسيطه قياسا بما يقدم لهم بالمسارح الخارجيه. هذه المشاكل اللي يعني والمعوقات، شلون انت هسه يعني بمهامك هذه الجديده تديرها هاي الخلافات بين المسرحيين؟ نعم. المشاكل الهوايه اكيد يعني اكيد. شوف احنا يعني انا دائما احط ببالي انه الفنان على حق لعده اسباب، اهمها يعني بصراحه انا احس الدوله يعني الحكومه ما اعتقد الثقافه والفن اخر همومها اذا فكرت بها، فاكو ضغط نفسي عليه الفنان، يعني هو محتاج يشتغل دراما ماكو، محتاج ياخذ راتب زين ماكو، عنده مسؤوليات، عنده عائله، عنده لازم يلبس زين، لازم يعني صعب يصعد بكيه، ولو بعض الفنانين قام اضطر يرجع يصعد بكيه، فهذا اكيد يجي مضغوط. انا يعني طالما انا هم فنان لازم احس بهاي المعاناه، ولكن بصراحه يعني ما اخفيك احنا ما عندنا حلول ممتازه لوضع الفنان، ولذلك دائما نحاول ان يعني نبقي الدائره، اكو اصرار على انه هاي الدائره يحاولون يلغوها يزيحوها، وبصراحه ما اخفيك يعني ان مسؤولين بوزاره الماليه قالوها بوجوهنا، قالوا انتم دائره تخسر، فاحنا منا الاربع سنين نصفيها. يعني ما يهمهم انه دائره السينما والمسرح هذا الارث، هذا التاريخ، ايش انتجت، ايش قد طلعت فنانين، ما تعنيهم، تعنيهم يقول لك انت دائره ما تجيب فلوس. زين هي بس السينما والمسرح ما تجيب فلوس؟ ما تعرفني مو؟ شنو هدا؟ ما تعرفني مو؟ هسه سويت نفسك ما تعرفني مو؟ اني صاحب الاجوبه يا صاحب الاسئله. ما
تقول لي منو انت؟ صار ما تقول لي منو انت، ابقى انت، ابقى هيك، ابقى انا راح اروح، ابقى يا حلاج، انا الحق، انا الحق، لك يا حق هذا. هسه اصبح الفن العراقي هو عبء على الميزانيه العراقيه، يعني قضيه محيره بصراحه، واحنا يعني انا اعتقد تعبنا هالقد ما حكينا بيها. بس انا ابقى اقول اراهن على زملائي ومراهنه بدليل الموسم قدمنا 3 أعمال مهمة. أكيد. عمل لجواد الأسدي. نعم. وعمل للفنان حاتم عودة فلانة، وعمل مهم بوابة رقم 7 للسنان. وعدنا أعمال دا نتمرن عليها. وعدنا هذا العمل الشعبي. وعدنا ماكو مثلنا، يعني كانت محاولة لإعادة العائلة العراقية إلى المسرح، والحمد لله حضروا كثير من العوائل وشافوا العمل وطلعوا. يعني أنا سعادتي الكبيرة أنه بعض الرجال المحترمين إجوا هنوني وشكروني، قالوا إحنا بعد من أجل نقدر نجيب عائلتنا ونشوف مسرحية. وأعتقد هذا يعني هذا اللي نقدر نسوي. أما أقول لك أنا أقدر أسوي حل لو دائرة سينما المسرح، لا، إحنا عاجزين حقيقة أمام هذا الإصرار على أنه يعني ماكو تمويل للدائرة، ماكو سلفة للدائرة، ماكو. يعني هسه إحنا ترى بطلق الراتب، وحتى إذا نريد نعين شخص بأجور يومية يفيدنا لازم ندفع له من رواتبنا، وهي قضية كلش بدت يعني مثل على قولتها لنا بدت تدق بالعظم. يعني احنا عاجزين ان نساعد فنان مريض، عاجزين ان نساعد فنان يمر بظرف، عاجزين ان نسوي فد احتفال. تعرفين احنا هسه بالميزانية الموازنة الجديدة ما من حقنا نعطي مكافأة ولا من حقنا نعطي جائزة، يعني اعتقد هذا غبن على صح. احنا شركة بس شو مستفادين من الشركة؟ أنا عن خلالكم هسه إذا يسمعنا مسؤول خلي يحاولون يرجعونا للتمويل المركزي وخلاص. إحنا ناس يعني إحنا محصورين بزاوية، إحنا صناع فن، إحنا ما مطالبين نجيب أرباح. يعني إحنا أعتقد مسؤوليتنا هو الرقي بالسلوك الاجتماعي بالمجتمع. على قولة أستاذ بدري الله يرحمه العظيم يقول الفنان هو مهندس مجتمع. يعني هسه دخلت هاي يعني انه لازم نجيب ارباح لين حتى تستمر الدار. أبواب سأل فلاح إبراهيم عن العديد من المحاور ومن ذلك كيفية تنظيم مهرجانات المسرح سواء في العاصمة بغداد أم في المحافظات. أعتقد أنه بعض الفنانين بالمحافظات يعني لازم يمنحون أوسمة، لأنه بجهد جبار وبترجي وبإلحاح على المحافظ وعلى الميسورين بالمحافظات دي يسوون مهرجانات. وأنا أعتبرها يعني لازم ينصفون ذولا تاريخيا، لأن لو ما هم يموت الفن بالمحافظات. بصراحة إحنا كدائرة يعني عاجزين. شنو الربط بين المهرجانات اللي تقيم بالمحافظات وبين مثلا دائرة السينما والمسرح؟ إحنا يعني كنا سابقا يعني قبل كان أكو موارد نجيب يعني نسوي مهرجانات. حاليا احنا ما عندنا هاي الامكانيه ان نعمل، بس احنا ندعمهم. يعني اي مهرجان يحتاج اضاءه، يحتاج تقنيين، يحتاج لجان تحكيم ندزلهم نشارك باعمال، هذا اللي نقدر نقدم لهم. بس بصراحه انا احييهم، احيي شباب بكربلاء سووا مهرجان المسرح المعاصر، السماوة، الناصريه، الديوانيه. طبعا الديوانيه بها حراك ثقافي ممتاز جدا. نعم. الحله بها حراك ثقافي ممتاز. وبعض الاعمال اللي بالمحافظات اللي جيده احنا استقطبناها وخليناها تنعرض ببغداد. واني اتمنى يعني انا قدمت مشروع ان نسوي نعيد مهرجان المسرح العراقي، لان بصراحه يعني احنا محتاجين نشوف المحافظات والمحافظات يشوفوننا. ولكن اتمنى انه يعني على الايام القادمه ان يعني المشرع العراقي، السياسي العراقي يدرك اهميه الثقافه والفن بالنسبه للانسان العراقي. احنا كان يعني سكتنا 4 سنين
يعني قضية داعش والوطن كان يعني محتاج كلنا نكون بهذا، بس أعتقد هسه يعني لا الرياضة ولا الفن ولا الموسيقى ولا الأدب يعني لازم يعوضون. يعني الغريب احنا توقعنا انه السنة يعني بعد ما انتهت هاي الغمة توقعنا انه يعني راح يكون لنا تعويض لذيك السنين، واحنا طبعا صبرنا هذا واجب علينا، لان كان اكو هم اكبر من اي شيء. بس حاليا يعني انت السنة اقصى سنة ماليا مرت على دائرة السينما والمسرح. وما زالت هي ما اصلا ما بديتوا بيها يعني ما لا لا ما احنا تخيلي يعني للضحك اكو موظفين اعطيناهم مكافآت اجى قرار لازم يرجعوها فراح نقطعها من راتب. فيعني اعتقد بها يعني بعدين الى متى هاي القرارات باثر رجعي؟ يعني اعتقد ماكو بلد متحضر يعطي قرار باثر رجعي. يعني انت مثلا حضرتك سويتي مشروع بشهر الواحد وهي الدولة وافقت عليه وأكملتي وهذا ووصلتي لمرحلة بيه يجي قرار يلغي من شهر الواحد، يعني هذا أعتقد بي يعني لازم يدرس، هذا بيه تعسف. يعني أنا مثلا الدولة وافقت على مشروعي وسويته زين يجي قرار بأثر رجعي يلغي هاي التجربة، يعني صعبة أنا أعتقد. وأنا إحنا هسه أكثر من موظف والله دا نحس بحرج وياهم لأن أعطيناهم مكافآت لظروف لخدمات قدموها، هسه عليهم أن يرجعوها وتستقطع من الرواتب. حديث فلاح إبراهيم كان يضج بالشكوى، فالمشاكل كثيرة وشحة الدعم وغياب الاستراتيجية ينخران جسد الفن عموماً والمسرح بشكل خاص. أنا مع الإنتاج الخاص، بس الرأس المال العراقي جبان بالفن، ما مجرب. حضرتك شفتي رجل أعمال جازف يسوي فن؟ بروح يسوي سيرش بالعالم تلقين رجال الأعمال هم صانعي الفن بالبلد. ليش؟ يعني عنده 40 عرض، أنا هسه ألقى شخص عنده 30 عرض دار سينما أنا أسوي أفلام أنا أنتج الفيلم. زين أنت إذا تنتجين فيلم وما ينعرض وما يجيب مردود شلون 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 تنتجين الفيلم الثاني؟ أكيد. طيب هاي خلينا نحكي شلون نقول بالشكل الإيجابي، ولو هناك إيجابيات ممكن أن تذكرها، ما زالت الحركة المسرحية مستمرة وستستمر أكيد رغم كل الصعاب، وما يثبت ذلك إحنا الحلقة اللي إحنا في صدد عرضها اليوم هي حلقة مخصصة عن المسرح والمسرحيات والنشاطات المسرحية والمهرجانات المسرحية أيضا في بغداد وباقي المحافظات. أستاذ فلاح يعني كل شغلة هو ما يصير أسوأ من اللي يصير بينا والمسرح موجود. أنا بصراحة يعني أعاني يعني ولو يعني مو موضوع الحلقة، إحنا بالمسرح ممكن نصنع مسرحية بأي مبلغ. مشكلة حاليا أنه الدراما والسينما وذولا أثروا على الفنان، لأن الدراما بصراحة كانت معيشة عوائل. أما على المسرح طبعا طبعا، أما على المسرح فالمسرح مستمر لأن إحنا مرينا بظروف في التسعينات مقاربة إذا مو أسوأ من هاي، وظل المسرح وهسه المسرح موجود. المسرح يعني حكمه قضيتين، أكو ناس عندها هم بصراحة وناس يعني ترفع لهم القبعات. يعني أشوف شباب وكبار فنانين كبار يجي يتمرن 3 أشهر و4 بالحر وهاي بدون مقابل حتى يقدم عمل، واعتقد هذا نبل عظيم جدا. لو ما هاي لو ما هذا الإصرار وهذا الإخلاص ما اعتقد يستمر المسرح. لكن الدراما تتوقف لان الدراما مبنية على رأس المال على الفلوس. لا انا اعتقد يعني حاليا احنا قدمنا 4 أعمال 5 اكو خطه واكو 5 قادمه إن شاء الله. لاسماء مهمه ويعني ان شاء الله بس يعبر السابع لان تعرفين حر كلش يصير عندنا يعني بدايه او وسط الثامن لحد الشهر 12 هناك 4 أو 5 أعمال في طور التحضير يعني لها يعني حتى محسوم امر اجازتها وهاي ان شاء الله تقدم يعني تباعا على المسرح الوطني ومسرح الرافدين ومنتدى المسرح. احنا نشكرك استاذ فلاح على هذا اللقاء السريع حول المسرح وهم المسرح العراقي. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. ممنون اشكرك. خلصت يا مركز ساعه.
بعد الفاصل، السما وتحتضن مهرجانا للمسرح والبوابة رقم 7 مسرحية لسنان العزاوي. أما الآن فإلى محافظة المثنى، حيث دعينا لمهرجان 2 في 1 المسرحي، فتعالوا نستمتع بمتابعته. سأظل أصلع بهذا الحديد الصدع، يقابلني وجهك المتعجر. المهرجان نظم برعاية منظمة أثر الثقافية وشهد مشاركة 9 عروض من عدد من المحافظات كبغداد والنجف وكربلاء والقادسية والناصرية إضافة إلى المثنى. شكرا مجموعة أثر، شكرا لأنكم فنانون، أنتم تمتلكون طاقات كثيرة وكبيرة. شكرا لشباب السماوة، شكرا للسماوة لهذا الاستقبال، شكرا جزيلا للتغطية الإعلامية ولجميع القنوات التي جاءت تغطية لهذا الفن. إن شاء الله نأمل أن يكون مسيرة الفن أكبر وأكبر وأكبر، والفنانون هم أصبح المسرح هو علاج اجتماعي على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية. شكرا للكل، شكرا لكل فنان لأنه يحب الفن، لأنه يحب المسرح. شكرا جزيلا لكم. عمل مونودراما قدمته بفرقة المسرح الكوني، تجربة جديدة. وحقيقة هذا المهرجان المهرجانات المهمة اللي شاركت به تقريبا 10 محافظات، على أمل أنه تكسب خبرات، تشوف تجارب أعمال مسرحية مهمة من باقي المحافظات، على أمل أنه تطور من قدراتك وإمكانياتك كممثل. حقيقة كل أعمالي قدمت أعمال مهمة ورائعة، وإن شاء الله رب نتمنى أنه هذه المهرجانات تفعل في باقي المحافظات، لأنه هناك طاقات شبابية تستحق أن تظهر من خلال أعمال المسرح. من منا يجني هذا؟ من؟ ولماذا؟ سيرجع الصدر وقت اليوم وظل هكذا مثل حيوان أليف يخشى الغرف، يخشى الغرف أن تضيق، أن تضيق، أن تضيق. صح، الوقت ضيق، التحضير يعني وقته كلش محدود، ولكن أنا أعتقد لنخطأ في المهرجان الأول كي نعوض في المهرجان الثاني. هناك 9 أعمال لمسرحية قصيرة لمجموعة من الشباب الطليعي الواعد، الشباب المستقبل. علينا أن ننتبه بفخر، أن نلتفت إلى هؤلاء الشباب الذين سيقودون الحركة المسرحية مستقبلا، بعد أن يعني تبدأ الأجيال بالانتهاء. أنا أعتقد هذا المهرجان
سيشكل بصمة واضحة في مسرح ربما الفرات الأوسط أو ربما المسرح الجنوبي، ربما المسرح العراقي، ولكن هو نواة لمهرجان أكبر من هذا المهرجان وأكثر تنظيماً وأكثر وقتاً للتحضير. للإرهاب بوابات لا تعد في عصرنا هذا، لكن عواطف نعيم آثرت الاكتفاء ببوابة واحدة هي البوابة 7 أو كيد 7، والتي هي بوابة مترو ترد معلومات عن وجود نية لتفجيرها من قبل شخص مهاجر من العالم العربي. خرجت في هذا العرض من المحلية إلى العالمية أكثر عبر شخصيات تعاني كثير من المشاكل في بلدانها، شخصيات حدثت في بلدانها ربيع عربي وكانوا من ضمن اللي يقودون ثورات في الربيع العربي، لكن أصيبوا بخيبة أمل بسبب نتاجات الربيع العربي التي تحولت إلى في بعض البلدان إلى خريف عربي، فأصابت هذه الشخصيات اختلال بمفاهيم العدها، وشخصيات أخذتها في بلدان حدثت فيها حروب كثيرة، هذه الحروب الكثيرة والجمة بسبب الموت والدم والدمار وداعش إلى آخره وتفاصيل كثيرة، قللت نسبة الأنسنة في داخل الفرد وأعلت نسبة الحيوانة والتوحش في داخلهم. أنت بتخاف مني أنا؟ وين؟ صحيح كلنا نخاف من بعضنا، هذا ليش ما نجموش يشوفوش بعضنا كما نحبوه؟ هذه الشخصيات كلهم هاربين من بلدانهم بسبب مآسيهم، بسبب مشاكلهم التي تعرضوا إليها وطالبين للجوء، ففي فترة الرحلة من مكان إلى آخر من مترو إلى آخر تأتي أنباء بإقفال المترو، وأن هناك في تلك البوابة المترو أن هناك شخص حامل حزام ناسف. البوابة 7 كانت مثيرة من ناحية تعدد منحدرات أبطالها الذين ينتمون إلى العراق وسوريا ومصر وفرنسا وسواها. هذه الشخصية كانت جدا صعبة علي، وخاصة أنه هاي الأشخاص كانوا موجودين إلا بآخر يوم من العرض، أنه دايردون عرضون البنية الشخصية السورية صار عندها حادث، فإجيت حفظت العمل آني ب15 يوم، فالحمد لله قدرت أنه أكون وياهم، مع العلم أنه المشاهد جدا قوية ومجهدة، وبنفس الوقت يعني الوقت لازم تكون جريئة جدا، فأكيد لقيت صعوبة بيها، بس بعدين الحمد لله والشكر أنه وصلت لهذا العمل اللي شفته، هو شخصية سورية اللي نزحت من مكان إلى مكان واختصبوها الدواعش وعانت ما عانت وجسمها تشوه، يعني هاي كل الظروف أكيد هاي من واقعنا صارت وللأسف، بالتالي أنه أنا الحمد لله قدرت أجد هاي الشخصية واللهجة بالأخص، وبعد التعب والمعاناة وصلت. يا أمي حكم تخت نمت حكم أرض تمردت وانتهكت ما عاد عرفت لعنت نفسي 1000 مرة لأني امرأة.
المسرحية التي عرضت في المسرح الوطني وحضرها جمهور ممتاز كانت من إخراج سنان العزاوي وأداء علاء قحطان ونظير جواد وياسر قاسم وكاترين هاشم وأشتي محيي وحيدر خالد. هذا الهم العربي يلتقي في محطة في أنحاء أوروبا، شباب يقررون الهجرة في أثناء هذه اللحظات، يذاع خبر على شاشة التلفاز بأنه هنالك إرهابي يروم تفجير نفسه في هذه البوابة، يعني تدور الشبهات حول هؤلاء الأشخاص، بالتالي الكل يصبح مدان، فبالتالي يعني نشوف مجموعة أحداث بالأخير نكتشف أنه هذه الأحداث هي من نسج الخيال، هذه الأحداث هي مجرد لحظة في الذاكرة، في ذاكرة أو مخيلة عفوا هؤلاء الشخصيات. بعد الفاصل مسرحية تقاسيم على الحياة للمخرج جواد الأسدي. إلى مسرح تشيخوف المؤلف الروسي الكبير وعمله عنبر رقم 1، لكنه هذه المرة بعنوان تقاسيم على الحياة والعمل من إعداد وإخراج المخرج العراقي المغترب جواد الأسدي. وحدة يا صاحبي، الوحدة والعزلة والوحشة، الوحشة يا ميخايلوف، بعد رحيلك ليس هناك من مجالسات أنيسة ولا مسامرات. أنت تذكر يا ميخايلوف كيف كنا نتحدث بشغف عن الوجود والعدم والأسئلة الفلسفية المستعصية واللغز الوجودي الصعب. آه يا ميخايلوف، آه هل تتذكر كيف كنت تحدثني عن ولهك وجنونك في المسرح؟ المسرح يا ميخايلوف، تشيخوف، أنطون بافل، أهم شيء بالنسبة لي في هذا العمل هو أني اشتغلت مع ممثلين شباب، ممثلين واعدين مهمين، يعني عندهم رغبة شديدة أن يؤسسوا شيء مهم جدا داخل التمرين، ورشة طولت لمدة شهرين،
ايضا مع الممثلين المحترفين اللي تعرفوهم انتم اسمائهم واحد واحد. يعني العمل كان على درجه كبيره من المسؤوليه بشغف وبحب، حتى يعني كل القائمين في المنتدى، يعني الناس اللي يشتغلون بالمنتدى دافعوا عن هذا العرض بطريقه رائعه. أندريه صديقي، كنت وما زلت في الحياه وعلى خشبة المسرح أموت يوميا، أموت أموت يا إيفان، أموت 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 من بؤسي وتدني ما يجري حولي. غادرني النوم، لا نوم في نومي، لا متعة في متعتي، مذعورا أذبح يوميا في وجه الشمس. أنا سعيد بهذا العمل لأنه من زمان طويل ما اشتغلت مع الممثلين العراقيين. يعني قبل أن اشتغلت نساء في الحرب تأليفي وإخراجي مع ممثلات عراقيات، والآن اشتغل مع ممثلين عراقيين. هذا أعطاني مسرة عالية جدا، وأعطاني شعور بشهية كبيرة لمعاودة التجربة مرة ثانية وثالثة. منذ دخولي إلى هذا العصر كانوا يعاملونني بكل إجلال وتقدير باعتباري أعظم اقتصاد في العالم. كنت وما تزال العالم الاقتصادي الأشهر. نعم نعم يا إيفان، نعم نعم. انظر انظر، هنا المجلات، هنا الصحون، وهنا 11 كتابا مؤلفا في ميدان الاقتصاد عني أنا، أنا البروفيسور إيغوركا. انظر انظر يا إيفان، انظر 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 يا إيفان، انظر هذا أنا مع رئيس جمهورية الأرجنتين وهو يقلدني وسام الدولة. هدف المسرحية مثل ما شفت هو العلاقة ب يعني السؤال الحقيقي اللي تطرح المسرحية، وفكرة التعرية، تعرية المجتمعات العربية، المجتمع العراقي، المجتمعات التي يعني تكون مكتظة بالظلم والجور، يقع عليها الألم والمرارة. يعني المسرحية هي عبارة عن سؤال بدرجة كبيرة من المكاشفة، بدرجة كبيرة من البوع، من رصد الهم الإنساني للإنسان العراقي وغير العراقي. يعني يا إيفان، يا إيفان، انظر انظر يا إيفان، هذا أنا مع الممثل العظيم الرائع العراب مارلون براندو. تقاسيم على الحياة كانت من أداء مناضل داوود وأياد الطائي وعدد من الممثلين الشباب، وتركزت حول تعرية المجتمعات العربية وفضح منظومتها القيمية المتدنية. جاء 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 جاء، لقد وصل وصل وصل، لقد شرفكم الدكتور طبيب الأمراض النفسية. الوقت الملعون، فليقتل هذا الوقت. لا، القتل قليل عليه، فليغرقه في المرحاض. لماذا يا صديقي؟ لماذا يا زلمي؟ لماذا؟ أنت تعرف لماذا؟ لأنك لص، لأنك محتال، لأنك جلاد. أنا لص يا سيدي إيفان؟ هدي من نفسك يا بني، هدي من نفسك، أؤكد لك بأنني لم أسرق أي شيء. لماذا أنت غاضب؟ قل لي، أنا أعرف بالضبط ما الذي أغضبك مني. ببساطة لأنك رجل قاسٍ. أنا قاسٍ؟ غليظ القلب. غليظ القلب؟ نعم، ليس لديك أي رحمة يا دكتور. طيب ما الذي فعلت؟ لماذا وافقت على أن تبقيني هنا في هذا المأخول يا دكتور؟ أما سألت نفسك يا دكتور، لماذا
إيفان هنا في هذا المنظر يذكر ما سألت نفسك؟ لأنك مريض يا سيد إيفان. المتعة في العمل مع الدكتور جواد الأسدي هو البروفة المتجددة والمثيرة والمتعبة أيضا لساعات طويلة من الصباح حتى المساء في قراءة الشخصية، في تقليب مزاجها، في تغيير لونها، في البحث في إيقاعات متعددة، عدم السكون والثبات في البحث عن الشخصية، هذا يسوي متعة للممثل ويخلي الممثل يتخلى عن ما هو جاهز وما هو يعني موجود عنده أصلا. لذلك البحث في الشخصية في جذورها وفي أعماقها وفي حساسيتها وفي ثقافتها وفي انتمائها وانكساراتها هو ما أنتج ما شاهد الجمهور من بحث كبير، إضافة إلى الدربة، إضافة إلى الثقافة والقراءة. هذه التجربة تجربة ممتعة ومثيرة، وأنا منذ سنوات لم أصعد على خشبة المسرح لأنني كنت أحتاج إلى هكذا مخرج يثير ما بداخلي وينبش في أعماقي كي نخرج النتائج الطيبة التي ظهرت على خشبة المسرح. ماذا تريد يا أندريه؟ ماذا تريد يا أندريه؟ ماذا تريد يا أندريه؟ ألم يكن التشيع الرسمي كافيا؟ ألم يخرج في جنازتك جوقات من السراسر والديناصورات وعدد لا بأس به من القوارب؟ ألم تخفي بين قدميك بحرا من الدماء؟ يا إلهي، هبل الموت حين أسقط على الكرسي فوق ماعلة الخراب. يا أندري، ماذا تريد يا أندري؟ تشبه فلسفة لا جدوى لأنه لا راحة فيها، تشبه يأس سيزيف وصخرته من دون خلاص. نعم، أطبخ 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 ونهاية تعبي في بيت الأدب. أين الأدب في هذا؟ ها؟ هل بسبب كونه ممنوع فيه الصوت والاحتجاج؟ إنك تشبهين سيزيف. ومن هذا سيزيف؟ متمرد. هذا عمل يجب ألا يمر مروراً عابراً، والسبب هو فرادة فكرته وغرابتها. إنه مسرحية المشبك الذي كتبته الشاعرة التونسية هدى الدغاري وأخرجه الدكتور جبار خماط. من أنت؟ كيف جئت إلى هنا؟ أنا ساعة البريد. أكيد جئت من مكان عملي. ساعة البريد؟ نعم. ولماذا تأخرت؟ لقد انتظرتك طويلا. أكيد تمزح. لست مازحا، لقد انتظرتك لكنك لكني حديث العهد بوظيفتي. هل تعرفني؟ نعم. هل اتصلت بك؟ نعم أعرفك، أعرفه. إنها نفس النبرة. يعني كان دوري دور ساعة البريد اللي هو يعني عايش حالات اضطراب ويبحث عن الناس اللي يدزلهم الرسائل مالته. ناس تقول للناس نفقده وناس ماتوا، ف يعني بقى حاير إلى أنه بالأخير حالة هستيريا قوية ويموت وينتهي كل شيء، يعني لا يوصل الرسائل ولا يقدر يعوف الرسائل.
العمل ينتمي لما يسميه جبار خماط بالمسرح العيادي، وهو مسرح يقدمه هوات، وبعضهم لم يعمل في المسرح مطلقا. وكان خماط قد نفذ الفكرة منذ سنوات وقدم فيها تجارب عديدة، بعضها في السجون والإصلاحيات ومخيمات النازحين. فرانكوخ مثلا حبيبته أرادت منه ابنة فأعطاها إياها. نعم، لأنه كان يعتقد أنها ستكتمل بها. نعم. تضحكين؟ ها؟ هل تعرفين فرانكوخ؟ طبعا. من هو؟ طبيب أنف وأذن وحنجرة. فرانكوخ طبيب، طبيب أنفود. نعم، أتكلم بجد، إنه طبيب في ركن شارعنا. نعم نعم نعم، ممكن أن يكون فرانكوخ طبيبا. اسمع، طبعا هذا العمل هو ضمن برنامج المسرح العيادي، يعني هناك تمت سلسلة عروض قادمة تعتمد على البساطة، تعتمد على حكايات أو حالات تكون بين الناس، لكن نستثمرها بطريقة درامية قابلة للتداول مع الجمهور. ويعني خصوصية المسرح العيادي أنه لا يتعامل مع الممثلين المحترفين، إنما نأتي بممثلين قد لم يمثلوا سابقا ويدخلون إلى ميدان التمثيل ويبدعون في هذه المهمة، مثل ما شفتوا ممثلين لم يمثلوا سابقا لكنهم أبدعوا وأتقنوا فن الأداء، وهذا يعني ضمن أهداف المسرح العيادي أو العيادة المسرحية الاستراتيجية أو المستقبلية. قالوا لي أقيم لهم أحسن الجماعي، قلت له سيعودون. أشعر بأولادي غرباء مثل ما تركوني وحيدة مع هذا العالم الوقح. البقاء في حياتي. لا لا تقلها، إنهم أحياء سيعودون. من؟ احنا المسرحية كلها تتكلم عن العيادة المسرحية اللي هي تشتغل على المسرح العراقي اللي احنا نحتاجه بشكل ضروري بهذا وقتنا، اللي نجرد من الموسيقى تبقى على ايقاع الممثل، ديكور ماكو هواي ديكور على المسرح، اشياء بسيطة، لانه تعرف انت الفن تطور مستمر فلازم نغير. صارت رتابة عندنا بالمسرح العراقي، موسيقى، مؤثرات موسيقية، فويس أوفر، هاي يعني في شوية تجديد. أما بالنسبة للدور اللي قمت به أني، امرأة كبيرة بالسن فقدت أولادها بثلاث حروب اللي هي الثمانينات والتسعينات والحد هسه. سيستجيب لي، أنا كثير التفكر به وهو العليم المتعال. يستجيب لي أنا لأنني امرأة ضعيفة وهو رحيم بعباده. لا لا، يستجيب لي أنا رجل طبعا، وبالتالي يقترب لي أكثر، أنه سيستجيب لي. لا، يستجيب لي أنا. قلت لك يستجيب لي. قلت لك يستجيب لي. بل يستجيب لي. أنا يستجيب لي. يستجيب لي أنا. بل يستجيب لي. أنت مقطع. يستجيب لي. بعد الفاصل، المخرج المسرحي ياسر البراك يصدر كتابه الجديد جمرات أنثولوجيا النص المسرحي. إلى الناصرية إذن، ولكننا الآن بضيافة المسرحي ياسر البراك الذي أصدر مؤخرا كتابا أنطولوجيا عن النص المسرحي في مدينة الناصرية، فتعالوا معنا. الحقيقة لاحظت منذ يعني بشكل مبكر أنه أغلب الأعمال المسرحية اللي تقدم في مدينة الناصرية يعني منذ عشرينيات القرن الماضي
وحتى الآن هي يعني أعمال لا توثق، خاصة فيما يتعلق بالنصوص الأدبية التي يتم عرضها على خشبات المسارح، ولذلك تهمل هذه النصوص ويعني يطويها النسيان. هذا المشروع يعني عندما بدأت ب يعني جمع مفرداته حاولت أن أجمع أكثر عدد ممكن من النصوص المسرحية التي قدمت خلال العقود الماضية في مدينة الناصرية من خلال الاتصال بكتاب هؤلاء النصوص أو ببعض الممثلين الذين لا زالوا يحتفظون بنسخ من هذه النصوص. الكتاب بعنوان جمرات أنطولوجيا النص المسرحي، وكان البراك قد بدأ بجمعه منذ منتصف الثمانينيات، وساعده فيه كل من المسرحي علي عبد النبي الزيدي والناقد جبار والناس. هؤلاء الكتاب تتفاوت مستويات كتابتهم في النص المسرحي، فمنهم يذهب باتجاه كتابة نصوص تاريخية كما هو الحال في مسرحية أوركاجينا للأستاذ حسين الهلالي، وأيضا محاولة هذه المسرحية لتوظيف التراث السومري وأهميته كمرجعية ثقافية وحضارية لكتاب مدينة الناصرية. نجد كتاب آخرين ينفعلون باللحظة العراقية المعاصرة، على سبيل المثال يعني مسرحية ابكي فالعالم وادي من الدموع للدكتور محمد سيف. هذه المسرحية تحاول أن تتحدث عن فترة العنف الطائفي في العراق، ومن خلال علاقة حب يعني بين رجل وامرأة، وكيف تنعكس فترة العنف الطائفي أو الأفكار الطائفية على هذه العلاقة. أيضا في مسرحية ضجة في بيت هادئ للكاتب حسين عبد الخضر نشاهد أنه يعالج مشهد الاحتلال الأمريكي وما يعني قام به هذا الاحتلال من اعتداء على كثير من الأسر العراقية واغتصاب لبعض النسوة العراقيات، وهو يركز على حادثة يعني حقيقية جرت في مدة الاحتلال الأمريكي. أيضا يضم الكتاب نص مهم للكاتب عمار نعمة جابر وهو قتيل العبرات، وهو محاولة لقراءة يعني واقعة الطف الحسينية قراءة معاصرة من خلال شخصية بشر بن حذلم الذي يعني جاء إلى المدينة ليخبرهم بنبأ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. يضم الكتاب 9 نصوص مسرحية كتبت ومثلت منذ عقد العشرينيات. أنا طبعاً أحتفظ بنصوص أخرى لكتاب يعني متعددين، منهم من رحل عن عالم الدنيا ومنهم من لا زال حياً، وبنية إصدار يعني كتب أخرى تجمع الكثير من النصوص المسرحية من أجل توثيق هذه النصوص، وأيضاً من أجل أن يتم تداول هذه النصوص على مستوى واسع من خلال نشر هذه النصوص في كتاب أو عدة كتب يعني متنوعة خلال يعني الأوقات القادمة إن شاء الله. طموحي بصراحة أنه لا تقتصر التجربة المسرحية في مدينتنا الناصرية على الفعل المسرحي على خشبة المسرح، وإنما تتعدى ذلك إلى توثيق النصوص وإشاعتها، وأيضا إمكانية توفير قاعدة بيانات لهذه النصوص من أجل أن تتم دراستها سواء من قبل النقاد أو من قبل طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه في كليات الفنون الجميلة. لدى ياسر البراك مشروع كامل بهذا الخصوص كما أخبرنا، ولربما تصدر كتبا أخرى له في المجال نفسه. أنا في المقدمة التي كتبتها لهذه المجموعة بعنوان جمرات أو جمرات الهامش المسرحي صنفت المسرح العراقي في العراق يعني إلى صنفين، ما أسميته مسرح المركز وهو ما يقبع في العاصمة وبعض المدن الأخرى التي تحظى بدعم المؤسسات الحكومية، ومسرح الهامش وهو المسرح المنفلت من إسار سلطة المركز ومن مسائل الدعم الحكومي و ما إلى ذلك، ويعني على وجه التحديد المعني بالفرق الشبابية والفرق المستقلة التي تحاول أن تقدم خطابات مسرحية مغايرة سواء على مستوى كتابة النص المسرحي أو على مستوى كتابة الحركة على خشبة المسرح
يعني عبر العناصر السينغرافية المكونة للعرض المسرحي. ولذلك تحدثت عن خصوصية الكاتب المسرحي في الهامش، وأقصد هنا بالهامش يعني بعض المحافظات التي تكاد تكون منسية في المشهد المسرحي العراقي، ولكن هي في نفس الوقت تقدم أعمال مسرحية مهمة على مستوى التأليف وعلى مستوى الإخراج، فضلاً عن المستويات الأدائية الأخرى اللي تسهم بشكل كبير في إنضاج تجربتنا المسرحية. المسرحية يعني أو التجربة المسرحية في مدينة الناصرية بدأت بشكل مبكر، يعني بالسنوات العشرينات اللي بدأت بها الحركة المسرحية في بغداد بدأت الحركة المسرحية في الناصرية، ولذلك أجد أن هناك تراث كبير من النصوص المسرحية تم تهميشه ونسيانه، بل أننا يعني لا نعثر على كثير من هذه النصوص. وقف بنص الشارع وقدام عيون الناس، معقولة؟ هو الفيل نفسه عثر وطار وما قدر يقوم، وهنا قرب يم الفيل وداسه. استغفر الله استغفر الله، شلون عليه شلون عليه شلون عليه؟ ماما ما اظن راح عيونه بالتابوت مثل جدي. الله يحميك من كل شر من جدك ياسين، بس التابوت كبير اشافه. اي والله اشافه التابوت صار الكبار والصغار. اي زين ماكو. فقرات برنامجنا انتهت لهذا اليوم، موعدنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.